السلطان القادم ذي اليزن الخطير. هلا معاكم علي، وكان لزوم اني اتكلم عن العائلة الكريمة اللي هي العائلة المالكة يا الربع، اللي ما كانهم صدقوا انهم حكموا واشغلوا عقولنا بطلاتهم الخرافية يا الربع. وكأن المواطن ما عنده هم غير العائلة وعهد وذي اليزن وبالعرب، وبعدين متى نخلص وما اعرف من بيطلع بعده. ما علينا، بس عنا وطن لازم نفكر فيه كيف نصلح احواله. صاحب ذي اليزن، ابا اعرف وش انجازاتك في الكوره، ترى ابن الوز عواب مثل ما يقولوا، والوالد ما شاء الله عليه خير دليل لما كان رئيس اتحاد الكره واحد مؤسسيه عبارة يعني. فخلونا نشوف هذا الفيديو وأيامها وش قال الزعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، مندوبي الأندية الرياضية، الفاضل مندوب شؤون الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم مجلس إدارة الاتحاد العماني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد، متمنيا من الله أن يوفق بالخروج بتوصيات وقرارات تساعدنا من أجل النهوض بلعبة كرة القدم في وطننا الغالي. الأخوة الأعزاء، إن مجلس إدارة الاتحاد ومنذ توليه إدارة نشاط كرة القدم قد ظل مواكبا للحركة الرياضية فيما يتعلق بالنشاط الداخلي والخارجي، وقد كنا بصدد الالتقاء بكم قبل الآن، وذلك إيمانا منا بالمشاركة الإيجابية والتفاكر الرامي إلى تكريس الجهود للارتقاء بالمستوى الرياضي العام في وطننا الحبيب. وانشغلتنا ظروف العمل ففي عدم الالتقاء بكم منذ تلك الفترة، فقد كنا في فترة إعداد القوانين والأنظمة واللوائح التي تساعد في تنظيم العمل الجديد، أي بعد مضي سنتان على تشكيل مجلس الإدارة. وسوف نعد لذلك الاجتماع وفقا لما ورد في النظام الأساسي للاتحاد. مرة أخرى أشكركم على حضوركم هذا الاجتماع، وأتمنى أن نستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم لكي تساعدنا على النهوض والارتقاء بلعبة كرة القدم والحركة الرياضية في بلدنا تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين يا السيد ذي اليزن، ما يكفينا إنجازك لما طلعت لنا بفكرتك الخرافية بإنشاء لجنة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما أعرف وش جدواها صراحة، ما أدري، يمكن ما نغزو العالم بيها، الله أعلم، بس بيتحفنا ما شاء الله عليه، بيتحفنا، هذا بداية مبشرة صراحة. الله المستعان إذا كنت أنت بتحكم. وغير الاستراتيجية الثقافية 21-40، يعني وأشغلتنا بها وسويت برنامج في التلفزيون وجلسوا يتكلموا عن الأهداف والأهداف والأهداف والفكرة وا 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 وآخرتها ما نعرف. لكن لا صدق عمرك، لأن أعتقد الغالبية في عمان ما مرتاح لك ولا باغي أنك تحكم، ولا أنا شخصيا باغي أنك تحكم بصراحة، أقول لك ما باغ انك تحكم. وبعدين تعال قول لي، هذا الاهداف اللي انت تتكلم عنها، انسنة المدن ثقافيا، تعزيز مشاركة المجتمع في الفعاليات الثقافية، رفع مستوى الوعي بمبدأ التعددية الفكرية والحوار والنقد المبناء، يعني صراحة ابجريد يعني عالي صراحة، اصفق لك، بس نتمنى نوصل على الاقل ربع، الله يخليك، يعني الحين مو 20-40، الله يهداك، صح صح شوي، صح صح. وأقول هنا سمعكم ميدان حفظته، بيتين كذا، ها يقول لك ما بي مخافة وفي يوم اللقى بطل رهيب، ضاري على قبض المهند والتروس، لكن راعي الحكمة والرأي الصويب يبلغ مراد فواده وتخضع للنفوس. وسلامتكم، وهذا لكل واحد ما يشجع الحراك ولا يشجع التغيير الإيجابي في بلدنا عمان للأسف. أحبابي أهل عمان، عمان دائما بحكم موقعها الجغرافي
كانت أمورها وأمور ناسها طيبة دائما على مدى عصور، والأرض واسعة والخير موجود، حتى وصل الإنجليز وجابوا معاهم العائلة للأسف. وطبعا تعرفوا بدون ماما بريطانيا ما أعتقد أنه راح يكون أساس لتلك العائلة، وللأسف راح نبقى شعب مقهور يقود نفسه إلى الهلاك. وأيضا الألباب منا ذوي العقول الراجحة الزعم واللي واضحين على الساحة أنفسهم مقهورين وطابت قلوبهم لواقعنا المر ورضوا به، وأتوقع يريدون نقتنع به أيضا للأسف. أخوتي أخواتي، لا حضارة نستطيع بناءها ونحن لا نمارس إنسانيتنا اتجاه بعض في الوطن الواحد الجامع للكل باختلافاتنا العرقية والثقافية، ومهما كانت تلك الاختلافات فيجمعنا وطن نحبه ويجب أن نعطيه الأفضل. مطالبي طبعا كمواطن، وإذا كنت أنت توافقني وأنت يا عزيزتي المشاهدة والمشاهد الرأي، فأرجو أن يصل صوتك وصوتي وصوت الجميع باللايك لهذا المقطع لكي تصل الرسالة للجميع. وطبعا أبدأ بكلمة أحلم. نعم، أصبحت أنا كمواطن أحلم، أحلم بذلك الدستور التوافقي الذي يضمن حقوقي، ومحكمة دستورية تضمن تطبيق الدستور، وحكومة منتخبة تمثلني، وبرلمان يمثلني ويعكس شعوري، ورقابة ومحاسبة ومكاشفة ضد الفساد، وفصل حقيقي للسلطات الثلاث. وأيضا أطالب، وهذا هو الأهم، الإفراج عن معتقلي الرأي وجميع المتعثرين بديونهم. أطالب حقنا بمؤسسات مجتمع مدني تتمثل في أحزاب وجمعيات حرة تخدم المجتمع. أيضا أريد أن أقول حاجة، أنا أدعم حرية الفرد في ميوله السياسية والفكرية والجنسية، هذا حق لك، ولا راح أشجع أي شخص أن يمنعك حقك. أدعم التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام، وكم نحن بحاجة إلى صحافة وإعلام حر حقا. وأتمنى من الطاقم الإعلامي والصحفي بذل كل ما يخدم الارتقاء بالصحافة العمانية والإعلام العماني. رجاء يا أخوتي، أدعم أيضا استقلال تام للقضاء وحرية الناس في اختيار محاكمهم وقضاتهم. أدعم أيضا حقوق العمال الأجانب بحسب معايير الأمم المتحدة. أدعم تجنيس البدون وأبناء المواطنين والمواطنات. وأدعم أيضا وجود قوانين واضحة ليست مطاطة ولا فضفاضة، لأن تعبنا صراحة من السجن، وتعبنا أننا ما عرفنا السقف اللي نحن ممكن أن نصعد له كمواطنين في البلد. وأنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن اللي داخل البلد، لأن أنا سقفي عالي وممكن أصعد أكثر من كذا، ولكن أحترم الشعور العام عزيزي المواطن والمواطنة. أخيرا عزيزي المواطن والمواطنة، نحتاج ضمان لحقوق الجميع، الصغير منا والكبير وكل فئات المجتمع. وأرجو حقا دعمكم لي ولقناتي، أرجوكم، فأنا وحدي لن أغير شيئا، ولكن نحن نستطيع. عش حرا يا مواطن، تحياتي لك، الله يحفظكم جميعا. Peace.